أتى وحي المحبة والسلام، يشدو بلحن الحب في روض الغرام، بشرى لكل خلق في يوم غدير. من كنت مولاه فمولاه الأمير. يا مولاي علي يا مولاي علي. هؤلاء الرجال فعلا صدقوا مع عهد الله عليه، وصدقوا في تمنيهم مع الإمام الحسين عليه السلام: يا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. فلهم حق عظيم علينا، هم الآن سعدوا في الحياة الآخرة، لكن نحن علينا أن نقدم شيء يسير من الواجب علينا. هذا الطفل الثاني الآن اللي يحتاج إلى رعاية. شايل جنبك ورد تهدي لي ضدك يا علي وعدا، علمت الناس ترحم وتعيش وتحب. شايل طبعا نشكر سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي على هذه الرعاية لأيتام الشهداء، وهذا يعني مو شيء جديد. إن شاء الله يا رب يديمكم خيمة على روسه. يا من وسعت العلم والكون الفسيح. في هذا اليوم 13 رجب ذكرى ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وليد الكعبة ابن عم الرسول وزوج بنته فاطمة الزهراء سلام الله عليها وسيد الأوصياء. في هذه المناسبة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي المتولي الشرعي في العتبة الحسينية المقدسة ورئيس مجلس مؤسسة الإمام الرضا عليه السلام الخيرية التابعة لممثلية مكتب السيد السيستاني، يستقبل هذه الشريحة مجموعة من الأيتام وعوائلهم في هذه الذكرى العطرة. وحقيقة هذا النهج هو نهج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين والأئمة الأطهار من أهل البيت في رعاية الأيتام وتفقد أحوالهم. إن شاء الله تعالى الرعاية مستمرة لهذه الشريحة. أم ما حقدت ولا هزها الحقود، قلب صابر ما عرف يوم الحقد، وعلمتني من تضيق الدنيا يوم أدعى رب البابا ماما الرئيسي. أمي يا عالم حزن بيها كبير والوقت يقطع جابها، أمي تشد ومن تواز الوطن ما قالت محال، حضرت بدلة أبوي ويلا هد. أم زينب وما يلاويها الزمان، حرة تبقى وما يلاويها عبد، ومرة قالت يفجر إيدك مثل أبوك، كل شعوف ولا تعوف أهل الحشد، كل شعوف ولا تعوف أهل الحشد. يا سيد الحب المعتق والهيام، خجلا لفرط العشق الوار. أقدم شكري واحترامي وامتنان للعتبة الحسينية وذلك لأنها احتوت واحتضنت عوائل الشهداء بالدرجة الأولى بهذه المناسبة، لأنه الإمام علي هو أبو الأيتام ومن هم الفئة اللي أحق بالاحتفال بهذا اليوم، فما قصروا العتبة الحسينية وكرموا العوائل، وشكرا على جهودهم وشكرا لأنه مناسينا وتذكرونا. حسينا بحضرتك يستقبل شيعتك.